كان معانا 30 جنيه، كانت اخر 30 جنيه معانا في جيبنا انا ومحمد اللي معاكم انتوا الاثنين 30 جنيه. اخر حاجه كانت معانا. ايوه جبنا من اسكندريه قطر اللي هو بتاع طنطا اللي هو بيروح المنصوره دون، وركبنا كمان ما دفعناش في القطر ده كمان عشان خاطر احنا عارفين ان لو دفعنا في القطر دون عارفين ان احنا كده كده هندفع غرامه اللي هي الغرامه اللي هي 10 جنيه زائد الايه زائد اللي هي ايه اللي هي تذكره القطر. فقمت انا كمساري اللي هو كان بتاع القطر اللي هو بتاع المنصوره دون، انا حضرتك بس معلش انا اسف يعني انت حاول تستوعب مني عشان خاطر انا بصراحه انا اعصابي تعبانه واقسم بالله انا بجد دلوقتي تعبانه انا بكلمك كده مش مقدرين مقدرين والله يا احمد مقدرين. ف استغفر الله العظيم. فقمت انا اكلم الكمساري اللي هو كان في القطر اللي هو الاولاني اللي احنا كنا راكبينه من اسكندريه لغايه طنطا على اساس ان احنا ننزل نبدل نركب بقى حاجه تودينا القاهره من طنطا. فانت نزلت كلمته قلت له حضرتك احنا كنا رايحين مصلحه شغل اكل عيش وما اشتغلناش ومعناش فلوس واحنا شغالين في الفنيات دي، احنا فنانين حضرتك بنكتب اسامي على حبايه المكرونه وكده. شفناها امبارح شفنا الصور بتاعت الحاجات اللي بتشتغلوها. فانا اصلا ما ينفعش ان احنا نشتغل اصلا، انا شايف ان في ناس بتقول بياعين متجولين وبياعين كتار، احنا مش بياعين كتار ولا بياعين احنا ما ينفعش اصلا نخش جوه القطر ونبيع حاجه. المهم يعني جه الكمساري الاولاني دول اول الكمساري ده كان في القطر اللي هو بقول لك الاولاني اللي احنا كنا راكبينه، فقلت له حضرتك بص احنا ما عندناش فلوس وما اشتغلناش وكده. اما الراجل محترم جدا يعني راجل كويس قال لنا خلاص ما فيش اي مشكله وعادي وكملوا ايه كملوا في القطر. طيب نزلنا طنطا وركبنا القطر الثاني اللي هو كان ما كانش فيه غيره اصلا يعني. وانتوا في جيبكم كل وانتوا في كل اللي في جيبكم انتوا الاثنين 30 جنيه 30 جنيه 35 جنيه بالظبط. تمام فاهم حضرتك. وركبنا بقى نزلنا طنطا على اساس ان احنا نركب القطر اللي هو اللي بعد اللي هو جاي رايح القاهره، ما لقيناش قدامنا غير القطر اللي هو بتاع 934 ده اللي هو الفي اي بي ده، ما لقيناش غيره. وكانت الدنيا برد حضرتك زي ما انت عارف وكنا مصيفين جدا وبردانين جدا اقسم بالله قبل ما يموت الله يرحمه. انتوا ما كانش قدامكم غير الفي اي، انت بتقول دلوقتي انه انت بتقول ما كانش قدامكم غير الفي اي بي ده تركبوه. ما كانش في قدامنا غيره. وبعدين كمان لو استنينا في المحطه بتاعت طنطا دي كنا نستنى لغايه الفجر. مفهوم. اللي هو زائد 3 4 الفجر. طيب ركبتوا القطر، ايه اللي حصل بقى؟ ركبنا القطر كنا لسه راكبين من طنطا، واحنا راكبين دخل واحد كده كان طالع القطر من جوه من ضمن الناس اللي هي بتاعت القطر. اللي هم شغالين في القطر، قال لك يا جماعه التذكره 40 جنيه. فقام صاحب الله يرحمه محمد قام رد عليه قال له ايه؟ قال له احنا بياعين وبتاع وبنكتب اسمك واسم حبيبتك، تعالى ارمي لك اسمك واسم حبيبتك على ايه؟ على ميدالية او حظاظ. قام قال له لا انا مش بحب، قام ايه؟ قام سايبنا وماشي. محمد كان ساعتها بيتكلم في التليفون، وانا ساعتها نزلت جبت كوبايه شاي كده معايا اصبح معايا 32 جنيه. جبت كوبايه الشاي كنت انا وهو بنخمس في كوبايه الشاي انا وهو عشان عارفين ان احنا لسه هننزل ولسه لسه هننزل ونركب تاني من رمسيس اللي هو القاهره ونروح بيوتنا بقى لبيوتكم. تمام. المهم فاللي حصل كان اتي بقى زي ما بقول لحضرتك كده الكمساري دخل قال لنا هات التذاكر. التذاكر طب حضرتك احنا مش معانا تذاكر، طب غرامة القطر وتذكرة القطر. طب حضرتك احنا مش معانا فلوس. فمحمد بيقول له احنا بياعين. قلت له ثواني يا محمد، حسيت ان محمد اللي هو ايه هيكلمه اللي هو ممكن هو محمد عمره ما بيندفع وعمره ان هو مش من النوع القليل الادب. هو ارتبك يعني محمد الله يرحمه ارتبك يعني. فاللي هو قلت له خلاص ثواني يا محمد كده ايه ما تكلموش في حاجه. قمت انا داخل بكلم الكمساري بكل احترام وكل ادب وكمان ايه بوطي صوت عشان محدش يسمعني، اللي انا خايف حد يسمعني ان انا معيش فلوس. المهم فبكلمه وطي على ودانه كده بقول له حضرتك احنا كنا رايحين مصلحه اكل عيش، نفس الحكايه اللي انا حكيتها اللي قلتها للي قبله. وقلتها له هو. فبوطي بقى على ودانه بقى بستسمحه بكل ايه بكل لطفه كده بقول له حضرتك احنا كنا رايحين مصلحه اكل عيش وما اشتغلناش، وزي ما حضرتك شايف الشنطه قدام حضرتك ايه كانت الشنطه جنبينا واحنا واقفين. ايوه. الشنطه قدام حضرتك ايه وما بعناش بجنيه.
معلش انا اسف. اهدى 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 براحتك اهدى اهدى. الحمد لله انك بخير الحمد لله. كمل يا احمد. بقول قلت له ان انا ان احنا ما اشتغلناش وما بعناش بجنيه وما عندناش فلوس غير هم ال 30 جنيه دول. قال لكم يا التذكره؟ قال لكم التذكره والغرامه. اه البطاقه. اما قال لنا بطايق. اه قمت قاعد عليه قال له بطايق مش معايا بطاقه. قام صاحبي قام رد عليه قال له ايه؟ قال له طب حضرتك هتاخد الله يرحمك يا محمد. الله يرحمك. قام رد عليه قال له ايه؟ قال له حضرتك عايز تاخد مننا بطايق ليه؟ هو احنا مش وش بهدله؟ عايز تبهدلنا؟ عايز تحبسنا؟ قام رد عليه وقال له ايه؟ قال له قمت محمد قام قال له اعتبرنا زي اخواتك. قام قال له انا ايه اللي هركب اخواتي القطر؟ قمت انا ردت عليه قلت له ايه اللي هركب اخواتي القطر؟ فالمهم لا ان هو كان بيعلي صوته جامد. بيعلي صوته بشراسه كمان ان حضرتك اقسم بالله. ده كان مين بقى؟ كان رئيس القطر ولا الكمساري ولا ده كان مين ده؟ ولا المحصل؟ رئيس القطر. طيب فاللي هو بيتكلم اقسم بالله وربنا ما في كلمه كدب الراجل ده كان بيكهرب لي وداني، يعني صوته كان بيكهرب في وداني. اللي هو انا يعني مش مصدق ان احنا كمان ما معناش فلوس وان الواحد زي ده. فالموضوع كله قلق يعني وانتوا قلقانين. وهو الراجل خلي بالك انه في اللحظه دي هو بيعمل شغله يعني. بس يا فندم مش ثواني بس ما انا اكمل لك بقى. لما يقضي شغله هيحبسنا بقى. كمل. هو يقضي شغله خلاص خليكم قاعدين واجيب امين شرطه من زي ما في ناس بتقول كده مخبر هنا ولا مخبر هنا وقعدوا جنبيهم لغايه ما سلمهم. طيب كمل ايه اللي حصل بعد كده؟ قام دخل ندى حد من جوه مش عارف امين شرطه ولا ما اعرفش شكله ايه اصلا. المهم ان واحد جه وقف معاه. قال له معهمش تذاكر ومعهمش فلوس. طب البطايق؟ فما فيش بطايق. يعني انا معيش بطاقه وصاحبي كان معاه البطاقه. قال له يا فندم انا عايز تحبسنا. قمت انا موطي على ودان الراجل اللي هو انا ليه له اللي هو بيقول ان هو امين شرطه. يا ربي. واحد الله يا عم وهدى. فبقول له حضرتك احنا معناش فلوس والله العظيم. ده كان واقف جنبه. ما يعني ده ما اتكلمش. كان في واحد تاني واقف جنب الباب التاني اللي هو في وشنا واحنا كنا واقفين قدام الباب اللي هو ايه ورا الضرير. كل ده والكمساري واقف في النص ما بيننا وبين الراجل اللي هو واقف قدام الباب. معلش طيب سؤال بقى، كل ده وانتوا في العربيه والناس حواليك وبتشوف اللي بيجرى ولا ايه؟ ولا ده كلام بينكم وبين بعض بس؟ كان في باب جرار في القطر، الباب الجرار ده بيتفتح يعني بيتفتح لوحده. فانا كنت عمال ازق باب الجرار عشان خاطر بحس ان محدش يسمعنا واحنا بنتكلم يعني اتحركت. فالمهم ايه ان الكمساري قال لنا ايه؟ قال لنا خلاص طب القطر هدى يلا انزلوا نطوا بوشكم.